إخوان، السلام عليكم ورحمة الله. المشاهدين الجداد اللي متعرفوناش، احنا يا سنعملوا الخطبة للجمعة للأعضاء ديالنا المسلمين الغير منافقين، وإحنا لا ننتمي لأي جهة. إحنا هالخطاب نوجهوه لأعضاء ديالنا ديال المعهد الشريف العالي الملكي تاع السكيرية عبر العالم، إخواننا المسلمين الغير منافقين. لهذا أول حاجة، قبل ما تنتميوش للحكومة المغربية نهائيا، لأن حكومة ديال السلطان فاسدة، وحنا ما خصناش معنا شي علاقة مع الفاسدين دي. لهذا وديك وزارة الديانة ما عندنا معها علاقة، لأن من يترأسها فاسد. دابا غندو الخطاب ديالنا كما القاعدة ولا كما العادة، واحد الدعوة للسلطان، السلطان محمد السادس، ندعو معاه باش الله يشافيه والله يطول عمره، باش يدوز العرش للولي العهد حسن طريس، لأنه هو اللي غادي يكون الملك ديالنا. ونمشي أنا ديك الساعة نكون مشيت، ما عرفتش نمشي معليناش، ونطول الله يطول عمر الأمير حسن طريس ديالنا، والأخ ديالو الأميرة خديجة اللي غادي تكون أميرة الدار البيضاء، الدار البيضاء المدورة بالحيط، غتكون هي تحكم لنا تما ملي تكمل القراية ديالها. عندي هذا دابا غندخلو في اسمو في الخطاب ديالنا. هو أول حاجة غادي نديروها، غادي نطلبو من عند أمير المؤمنين حامل الملة والدين باش يوقف بناء المساجد لعشر سنوات. هذا واحد البرنامج، شكرا على البرنامج، برنامج خاصة تقوم به السلطان. ما خصنا جوامع، عشر سنين ما نبنيو لا جامع لا والو. يمكن نصلحو هادو اللي عندنا، نديرو لهم مراحل مع على المستوى العالمي، هذوك الاصلاحات قابله. اما المساجد الجديده ما عندنا ما نديرو بها، عشر سنين برنامج عشر. حتى الفلوس اللي غادي نقتصدو نبنيو بهم المستشفيات ولا الحافلات النقل، باش يديو الاطفال ديالنا يقراو، باش يوليو مسلمين، باش يوليو مسلمين احرار، ماشي بحال هذا الزبل اللي عندنا هنايا. فهمتي؟ هذا بدينا اقولها واعدها واتحمل كأن انا الخاطب ديالكم، تنتحمل المسؤوليه على ما اقول. فهمتي؟ فلذا نطلبوا من امير المؤمنين باش يسيسبوندي بناء المساجد، والمحسنين الا بغيت تبرعوا غادي يتبرعوا باش يبنيو لنا بحال مستوصف ولا ملعب القرب ولا قاعة أفراح، لأن حشومة في دولة إسلامية. يموت الواحد ما كاينش في يدير ليه اسمو الليلة ديالو، ما كاينش يديرو القياطن قدام الزنقة. هذا حيوان، حنا ولينا حيوان. وفي القرن العشرين حنا خصنا يكون عندنا في كل حومة، فاش يكون العوضين يكون عندنا مسجد، نديرو حنا قاعة أفراح، تجوج فيها، تطلق فيها، تولد فيها، تنجح فيها، دير اجتماع ديال الاحزاب ولا المنظمات، قاعد كنا في كل حومه في عوض. ديال المسجد ما فيه منفعه، من في المساجد ديالنا فيها البيدوفيليا، فيها الفساد، الكراهيه. اقول ماشي جميع المساجد، ولكن الاكثريه، لان علاش حنا هاد المحسنين يبعدوا منا، الله يلقيها لهم كحل زعله في هاد يوم الجمعه. ما خصنا المحسنين، والمحسنين اللي بغا يديروا يبنوا قاعه الافراح، قاعه كفا ديال 300 واحد، ما تطلبش بزاف، وغادي يخدموا الناس. بحال دابا إلا مات ليك مك، نجي عندنا حنايا نديرو تكريم، عندنا القاعة ونديرو فيها، نجيو الطلبة ويقراو القرآن وهذا وهذا. ولا تزوجتي، ولا تزوجتي تاني نجي عندنا نزوجك بالمرة الأولى ولا الثانية، حنا نديرو ولا درتي السبوع. هادو اللي خصنا،
شو ما بدات دير كيتون تحبس السيركيلاسيون دي وداك وداك التريتور ما حتى واحد ما تيراقبو. اما اللي عندنا قاعه ديال الافراح غادي يكون فيها مطبخ قد تكون فيها اداره غادي يكون فيها الناس منشطين فهمتي وغادي نخلقوا واحد الشغل. اما المساجين ما تيخلقوا لنا والو تيخلقوا لنا غير الفساد والارهاب. فلهذا نطلبوا من عندك السلطان محمد السادس الى كان فيه مساجين خصنا نديروا المساجين هذا ولا نعملوا استفتاء في 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 في, في المغرب ونقولوا للشعب ديالنا واش بغيتوا ما احسن نبنيو مسجد ولا نبنيو قاعه افراح اللي غادي تنفع الجميع ونعملوا فيها من في العشيه ندير فيها الدروس اضافيه ديال الدراري الصغار اللي يتعلموا الانجليزيه ولا يقراو فيها القران ولا يقراو اللي بغا يدير فهمتي ولا العيات يشوفوا تما يعملوا داك اسمو الرياضه ديال العيات ديال المراه المغربيه غليظه ما تتحركش فهمتي ندير خصنا نديرو لهم هذا ولا ندير واحد البرنامج مبنوع بناء المساجد في النكس الثانيه من هاد 20 ما كاين والو نجمدوها مالا وداك وزاره الاوقاف نحيدوها ما عندنا ما نديرو داك وزير الاوقاف نحيدوها ندي والفلوس اللي غادي يقتصدوا من ديك وزاره الاوقاف غادي نخسروها على القاعة الافراح باش نخلقوا انا وداك ونقضوا على داك الكريانات نبنيو لهم كريان جديد بالمعايير الدوليه بالمراحيض بالبزابيز ديال الماء بكل شيء اللي عندي وبقى نضحكوا على الشعب هكا حشومه حنا في القرن 21 ومازال لا سيدي ما خصنا مساجد. انا اقول انا كمسلم غير منافق اللهم نشوف عندي مستوصف ولا قاعه افراح ولا قاعه ديال الرياضه عندي احسن لي ما نشوف اسمه واش عباد الله حنا دابا حنا عندنا هذا اش الرياضه ولا شي ما الرياضه ما عندنا والو الالعاب القوى واش واحد اللي مقابل لي الاتصالات اش يتصل لي مع القوى حنا خصنا الناس ديال الميدان هما اللي يمشيوني الرياضه حشومه اكبر فرق في المغرب تضحكوا على الشعب ها هو دابا الفساد انتشر في الرياضه الفساد انتشر ما بقاش في قبعات البرلمان ولا في سمحوا لي على هذا ترين اليوم فهمتي سمحوا لي فهمتي لان هذا الفساد دابا ولا في الرياضه ومني غادي يولي الفساد في الرياضه اللهم هز رجليك وصافي فهمتي دابا عندنا الفساد في البرلمان في الوزارات جميع عند مواليد التاكسيات عند الاطباء عند المهندسين عند المحامون عند اسمو عند في المساجد عند الفقهاء كل شيء فاسد شكون اللي ما فاسدش هما الناس اللي تيمشيو يدخلوا البار ويشربوا مع راسهم هذوك الله عافاهم لان الخمر كيف في القران الخمر مدي ايوا علاش الناس ما تعملش الجرائم قليله الجريمه الجرائم تيجيو من المخدرات ماشي من الكحول ايوا شكون اللي مكلف بالمخدرات هي وزارة الاوقاف والدرك الملكي فهمتي فلهذا حنا قلنا لكم غادي نطلبوا من عندك اسمو غنقول الولد ولا اسمو حسن طريس وقول باك يحبس لينا البناء المساجد ما عندنا ما نديرو بها. فلهذا قبل ما نطول عليكم ولا نقصر غادي ندير لكم واحد الحاجه مهمه هي هذه باش تعرفوا نتوما انتوما تشوفوا يلا سيدي مع السلامة ونودعكم. ومع السلامة.